الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله في صحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الاخوات والاخوان غادي نحضر معكم واحد الحساء ديال الشامبينيون، الفطر الابيض، شامبينيون دو باري. على هذا الشكل هذا كيكونوا. اذا اول حاجه كنديرها بالنسبة هاد اللي على حساب هاد لي شامبينيون، هو انني كنحيد انا هاد القشره هادي، راه كتحيد بسهوله. شفتوا هاد القشره هادي؟ كنحيدها غير بهاد الطريقه هادي، طريقه سهله. كنحيدوا علينا هاد القشره اللي كتكون في الفوق صافي، وكنقطع هاد الجذع ديال الشامبينيون، وكنحصل على هاد الشامبينيون هذا. كيتغسل هاد لي شامبينيون، تغسلهم مزيان، ديروا ليهم تغسلهم بالماء والخل صافي. وعندي البطاطس، بطاطا بوم دو تيغ، انا عندي حبه كبيره من البطاطا. نتوما غادي ديروا على حسب الكميه، غادي تضاعفوا على حسب الاشخاص. هنا عندي كميه لشخص او شخصين، هذه الكميه هذه. عندي هنا سكنجبير والابزار والملح، قليل من الملح. عندي جوج دروس ديال الثومه لاي، وعندي القزبور مقطع. اذا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج باش نحضر هاد الحساء ديال هاد الشامبينيون هذا. صراحه البنات هاد الحساء كيجي هائل، مفيد في هاد الفصل ديال البرد، وطارد لي السموم، كيطرد لينا السموم من الجسم. اذا طريقه ديال التحضير سهله. اذا البنات البطاطا راه قطعتها على هاد الشكل هذا قطع صغيره، والشامبينيون قطعوه على قطع صغيره حتى هو على هاد الشكل هذا، لان الكل غادي يتطحن طحن الكهربائي. اذا نقطعوه، غير البطاطا نقطعوها شويه قطع صغيره باش تطيب لينا بالزربه. اما الشامبينيون راه كيطيب بسرعه، هاد الشامبينيون هذا غير كيتحمر، غير غيتحمر في الزيت في المقلاه غادي يطيب لينا مباشره. صافي، انا راه قطعت البطاطا ولي شامبينيون، وضفت عليهم ملعقتين من زيت الزيتون. غادي نضيف الملح على حسب الذوق، الملح. غنضيف سكنجبير والابزار، جانجامبغ اي لو بوافغ. وغادي نضيف القزبور والثوم. الثوم غادي نديرو صالح، لان الكل غادي يطحن في الميكسور من بعد ما يطيب. صافي، غادي نخلي هاد الخضر هادي غتشحر ليا في المقلاه، غنشحرها واحد 5 دقائق، عاد غنضيف عليها الماء. صافي، انا كنشحروا هذيك الطاطو، هذيك لي شامبينيون العطريه، صافي كنشحرها واحد 4 دقائق الى 5 دقائق صافي، وغادي نضيف ليها الماء. غادي نضيف الماء اللي غادي يغطي ليا هاد الخضر. صافي، غنخلي هاد الخضر ديالي يطيبو. غير البطاطا راه مقطعه الى قطع صغيره غادي يطيب بسرعه، والشامبينيون راه غير مجرد انا كنحمرو في داك في المقلاه راه كيطيب. صافي، غادي نغطيه ونخليه يطيب، غير مجرد ان البطاطا تطيب صافي غادي نطفي عليه. البنات صافي، هذيك البطاطا والشامبينيون راه طابو. كنضيفو ليهم القشده الطريه، وكنطحنهم في الميكسور. اذا كنخلوهم شويه، ما نديرهمش سخونين الا كان عندنا يعني الضراب الكهربائي ديال الزجاج. نخلوهم واحد شويه، ما نديرهمش سخونين في هذاك الضراب الكهربائي ديال الزجاج، باش ما يترتقش، لان الا درنا سخون غيترتق لينا. اذا كناخذوا هاد الحساء ديالنا وكنطحنوه مع القشده الطريه، كنضيفوا ليه القشده الطريه وكنطحنوه في الميكسور. هنا غادي نطحنوه دابا، كنطحنوه في الميكسور بعد اضافه القشده الطريه. صافي، انا غادي نطحن هاد الحساء ديالي، البطاطا والفطر مع القشده الطريه، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات هذه هي النتيجه النهائيه ديال هاد الحساء ديال لي شامبينيون. انا راه جاني في هاد اللون لانني انا ما كثرتش البطاطا، كثرت لي شامبينيون على البطاطا.
نتوما يمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال البطاطس باش يجي لكم الحساء اللون ديالو ابيض. انا هنا جاني في هاد اللون لاني كنبغي لي شامبينيون، داكشي علاش كثرت لي شامبينيون، درت كميه كثيره من لي شامبينيون، درتهم اكثر من البطاطس. اذا البنات هذه هي النتيجه النهائيه. صراحه البنات راه كيجي هائل في المذاق هاد الحساء هذا. جربوا الطريقه اللي درت، نتوما كثروا البطاطس على لي شامبينيون وصراحه ذوقوا بنفسكم هاد الحساء، كيجي هائل في هاد البرد هذا. اتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا يعجبكم. ما تنساوش تفعيل الجرس واللايك ليصلكم كل جديد ان شاء الله. خليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.